الحين اي والله كوتش يا لي المطول قوم يا رجال الحين اي الحين جاء الرجال ها وصل يا ولد والله ما فيني حيل نسيتها انت كيف نسيت الكوتش مكانك لو كان مكان لا مكان جاء جاء خلاص طارق يلا صك راسي في الجدار لا وين ام اهل القرية يعني في تمارين يا شو اسمك يا عبد الرحمن؟ اخوي نعم اكيد نعم ما ودكم نقلبها جلسه مع الكوتش اكلمه انا ود اسمع اسمع جهزوا لنا بيتين لتحمد الله على السلام لا بجهز هجينيه هجينيه ما تمشي طارق ما تمشي معي بيتين الا يا ونتي بسويها لا لا يا ونتي كذا يمكن يزودون شهر البرنامج اذا قلته مره ثانيه لا اسمع بخليها بدال الباحي عشقنا الاول بخليها طروق يا عشقنا الاول طروق طروق طيب وش بعده بس اخاف اقول له طروق ويطرقن بعد اي لا طروق ومعضل طروق ومعضل ما ينفع والله خاف يزعل كذا بيزعل هذا كله طروق ماشي لا تقول طروق ما يصلح ها بنكلم طارق طروق يا عشقنا الاول يا روح لي طاله والبشومي لا ما تصلح يا ولد عادي دي شوي والله ما فينا من تسبح ثم لبس ثم لبس ثم تسبح بس خليك تسبح كم لو دنا شهر ما سبحنا في المسبح